السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشوف مع بعض كيفية البحث عن أفضل كشافات الطاقة الشمسية اللي تشتغل بالطاقة الشمسية على موقع علي إكسبرس، وهي الأفضل من بين آلاف المنتجات من كشافات التقنية اللي تعمل بالطاقة الشمسية. وفي الأخير راح نعمل طلبية لواحدة منها لأن بحاجتها، وراح نشوفها سوا مع بعض. اختيار منتج صحيح على موقع الاكسبريس هناك عدة معايير، اهم معيارين. المعيار الاول هو عدد المبيعات، المعيار الثاني التقييم. كل ما كان عدد المبيعات اكبر كل ما كان المنتج ممتاز، والتقييم كذلك. الكشاف الاول هذا عندنا فيها طبعا يعني حجمين، واحد كبير وواحد صغير. الكبير فيه 350 لمبة ليد كشاف نفسه، والصغير فيه 120 ليد 120 لمبة ليد. واحنا ننصح طبعا تاخذ الكبير لانه افضل. هذا الكشافات تركيبه سهل يعني، وما تحتاج تمديد اسلاك. اهم شيء تكون خلايا الشمسية معرضة للشمس مباشرة. كل ما تعرضت اكثر كل ما كانت اعطتك قوة اضاءة وفترة اضاءة اطول، لان عليها عرض خصم تقريبا 61% بينتهي يوم 18 شهر هذا. طيب عشان نوصل هذه الكشافات نروح لموقع المعرفة الكل، وراح أترك لكم رابط تحت في الأسفل. وعلى الصفحة الرئيسية نروح لعلي إكسبريس. هذا الصفحة خاصة لموقع علي إكسبريس وأفضل منتجات. لا تفوتكم منتجات جديدة على موقع علي إكسبريس شهر نوفمبر، راح يكون إن شاء الله كل شهر راح ننزل أفضل المنتجات الموجودة على موقع علي إكسبريس. ننزل تحت الطاقة الشمسية وأفضل كشاف طاقة شمسية على موقع الإكسبريس ونضغطه. راح يفتح لنا الطاقة الشمسية مجموعة من الخيارات. كيف تم اختيار هذه الكشافات؟ ما هي معايير؟ سبقنا يعني تكلمنا في جزء منها، ولكننا نتحدث فيها بالتفصيل. وراح تجدون كل ما تكلمنا عنه موجود في هذه الصفحة. وتحت كل كشاف الرابط الخاص على موقع علي اكسبريس. بس انا انصحكم يعني اذا كنت تحب تشتري كشاف انك ما تتأخر، لانه في عرض هنا اشوفه 61% وبينتهي في 18 نوفمبر. تقدر تستعرض من هنا يعني اذا تبي اي شيء عن التفسير او تشوف الكشاف بشكل افضل من هنا. تقرأ طبعا المعلومات اللي انت تبيه. إذا بغيت تشتري تضغط من باي ناو، تطلع لك هذه الصفحة، تحط عنوانك أو عنوانك موجود، طريقة يعني الطريقة اللي تدفع، ومن هنا تغير طريقة الدفع مثل إضافة بطاقة أو شيء غير من هذا القبيل، أو تستخدم يعني طريقة دفع معينة. لكن الموجود هي البطاقات الائتمانية أو بطاقات مسبق الدفع كلها ماشية. من هنا تغير عنوانك إذا تغير العنوان وللشخص اللي بيستلمها. هذه تفاصيل فاتورة كم خفضوا لك، 5 دولار صار 30. ففي عرض صراحة الآن، أنا صح اللي يعني يبحث عن الكشافات هذه شيء مناسب. نرجع للصفحة اللي خاصة بالكشافات. مثل ما ذكرتكم إنه تركز على عدد المبيعات. شوف هذه 5000 عملية بيع تمت على هذا الكشاف، تقييمه 4.6، وهذا مؤشر جيد عندنا على جودة كشاف أو جودة أي منتج على موقع علي إكسبرس. راح أضع لكم رابط الصفحة في الأسفل في الوصف. الكشاف الثاني اللي معنا فيه عدة قوة يعني كشاف. لو تشوفون فيه أربع على قولتهم خلايا. هذه الخلايا الخلفية أيضا للطاقة الشمسية اللي تذكرنا أنه يجب أن تكون معرضة للشمس. تستطيع تتحكم بالزاوية. السعر يشمل معه ريموت كنترول، ويجي بأربعة قوة. أيضا تقدر تستطيع أنك تتحكم في نظام التشغيل، في ثلاثة أنظمة تشغيل موجودة. طبعا هو مقاوم للحرارة والماء، طريقة عمله تعرض للشمس بقدر كبير، وفي الليل طبعا يشتغل معك بشكل جميل، مناسب للأحواش، مناسب للشوارع، وحتى في الأماكن اللي يكون فيها زي الاستراحات أو المزارع. الكشاف الثالث هذا اللي معنا تم بيعه أكثر من 1000 مرة، وتقييمه 4.6.
وعليه التخفيض الآن 52%، ينتهي في 18 من الشهر الحالي 52% تخفيض. ممتاز هذا مثل ما قلنا المناطق الخارجية مقاوم للماء، وفي 3 أنظمة تشغيل أيضا مدمج فيه حساس كاشف للحركة، يكون الكشاف في وضع خمول لما يمر الشخص من عنده يقوم هو ويشغل نفسه. الشركة مسوي عليها الآن عرض 5 كشافات ب175 ريال، ومثل ما قلتكم انه العرض هذا ينتهي خلال في يوم 18 تقريبا، اللي هو بعد تقريبا يوم واحد. كذلك يشتغل ب3 أنظمة تشغيل، اللي هو الخمول والإضاءة الخافتة والإضاءة المستمرة. هذه أنظمة تشغيل منتشرة بين هذه هي أنظمة تشغيل اللي منتشرة بين كشافات الطاقة الشمسية غالبا. هنا قاعدة تقول كل ما تعرض للشمس، كل ساعتين تعرض فيها الكشاف للشمس ويشحن، هو يعطيك ساعة تشغيل واحدة. الكشاف الرابع اللي معنا هذا بيع منه أكثر من 10 آلاف عملية بيع، تقييمه 4.6 مثل بقية هذه حبات الليد اللي موجودة. كل ما زاد حبات الليد في الكشاف كل ما أعطاك إضاءة أقوى. المادة المصنوعة منها مادة بلاستيك، من هنا تقدر تتحكم في زاوية سقوط الإضاءة. أيضا مزود أو مدمج فيه اللي هو حساس الاستشعار عند الحركة. كذلك له 3 أنظمة تشغيل السبق أن تكلمنا عنها، والسعر يجي معه ريموت كنترول ممتاز. أيضا ريموت كنترول خاصة إذا علقت الكشاف في مكان بعيد وتحتاج الريموت كنترول حتى أنك تشغل وتطفي وأنت بشكل مريح لك. الكشاف مقاوم للماء، وزاوية الإنارة فيه تصل إلى 120 زاوية الحساس فيه تصل إلى 120 درجة. هذه 3 أنظمة التشغيل اللي موجودة في الكشاف من عدة خيارات، 84 ليد أو 126 ليد. كل ما زاد عدد حبات الليد كل ما أعطى قوة أكثر. طبعا 100 واط هي اللي أنتم تشوفونها الحين، 60 و80، أفضل شيء 100 واط خاصة الأماكن الخارجية. 100 واط تغطي تقريبا 500 متر مربع. الكشاف الخامس عندنا يسمونه بالمروحة. عدد المبيعات فيه وصلت أكثر من 3000 عملية بيع. عندهم شحن مجاني إذا تجاوزت مشترياتك 80 ريال. كذلك التقييم عليها 4.7. الكشافات الجميلة 4 في 1، 4 كشافات زي ما تشوفون، تقدر تتحرك في الزوايا تعدل يعني زاوية سقوط الأشعة. كذلك مزود يعني مسافة تقدر تحط الخلايا الشمسية في مكان والكشاف في مكان. سهل التركيب، مجرد مسمارين تركبهم في الجدار ويثبت فيه الكشافات. في عدة قوة يعني كم ليد تقدر تختار ما بينهم. كذلك في 3 أنظمة تشغيل مثل ما سبقنا ذكرنا في يعني هذه طريقة التشغيل، يكون نايم أو أن يكون يشتغل، أو أن يشتغل عند مرور أحد، أو يكون مشتغل بشكل ثابت حتى بدون ما يكون فيه مرور أي شخص. شوف هذه طريقة التركيب، مجرد مسمارين تركبهم على في أي مكان أنت تختار، فوق الأبواب، فوق الجراج، منطقة ألعاب أطفال، في أي مكان أنت تقدر يعني سهل التركيب مو بصعب، مجرد مسمارين تركبهم في الجدار. وهذا هو يتحكم في زاوية سقوط الإنارة، يعطيك إنارة بعد غياب الشمس زي ما سبق ذكرنا. كل ساعتين شحن من الشمس تعطيك ساعة تشغيل. يفضل انك دائم تحرص انك تكون تتعرض الخلايا الشمسية لأكبر قدر من إضاءة الشمس، ما تكون مغطية يعني، مقاوم طبعا للماء والحرارة العالية.